تسأل عليها، خصوصا الناس اللي ما عندهاش حد داخل الجامعه. واخد بالك بتكلم على انهي جزئيه؟ الناس دي بتقول هل انخفاض المجاميع ودخول الطلبه ذات المجاميع القليله، هل ده معناه انه كواليتي الطالب في الجامعه يقل؟ فاهمني اقصد ايه؟ لا 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 خالص يا فندم خالص. هقول لحضرتك، طيب هات حضرتك نسبة بس السنة اللي فاتت تبين انه لم تكن المجاميع الثانوية العامة في السنوات السابقة تقييم موضوعي. 40% السنة اللي فاتت بالظبط فهمت السنة اللي فاتت 40% من اجمالي طلاب الشعبة العلمية علم علوم كان اكتر من 90%. نعم. رقم 2، الطالب اللي كان مجموعه اقل من 97.6% ما دخلش معانا مرحله اولى. ايوه ما دخلش مرحله اولى. صحيح. هل انا اتكلم على احصائيه من اجمالي الطلاب فوق ال 90% 40%، ثم بعد ذلك في دراسه سنه اولى وسنه ثانيه في القطاع الطبي والقطاع الهندسي يحصل تعثر كبير لعدد من الطلاب ليس بالبسيط، يبقى معناه انه مساله هذه المجاميع لم تكن موضوعيه ولكن كانت خادعه. عشان كده مهم جدا منحنى النتائج في الاعوام الماضيه كان يحتاج بالضروره الى اعاده نظر. هذا العام لما نقارن منحنى النتائج الثانويه العامه المصريه بمثيلاتها في العديد من الدول ونشوف منحنى النتائج، هو منحنى مهم جدا ان يبنى عليه في التنسيق. بالتأكيد مسألة حضرتك تنسيق الطلاب والحد الأدنى دي مسألة منافسة بين الطلاب بعضهم بعض وما فيش قلق عليها. وفقا للمجموع هيتم تسكين الطلاب على القطاعات والكليات المختلفة. إنما المهم في الامتحان أن يقيس فعليا وبموضوعية قدرات الطالب الحقيقية، سواء بنقيس معارفه أو مهاراته أو كيفية التصرف وقدرته على التحليل. المهم هو بالفعل أن يكون الامتحان موضوعيا وعادلا في قياس مدى كفاءة الطالب على مستوى المهارات المختلفة. طيب أسأل سؤال تاني، معلش اسمح لي، هو خارج المنهج برضو. خلينا أسأل حضرتك سؤال تاني. نقدر نقيم فكرة جودة الطالب الخريج امتى؟ هل بعد سنة يعني لما يخلص أولى جامعة، ولا بعد الأربع سنين كلها؟ يعني خلينا اقول لحضرتك انه يعني سنه اولى بتدي برضو احد المؤشرات، لكن مش سنه ثانيه في الجامعه بتدي طبعا بتدي مؤشر ومؤشر بنتحفظ عليه لحد ما الطالب يخش سنه ثانيه وسنه ثالثه، لانه في بعض الاحيان الطالب مش متعود على اسلوب الجامعه، على جو الجامعه. صحيح، مختلف عن اسلوب الدراسه في التعليم قبل الجامعه، عشان كده دايما السقوط في سنه اولى جامعه مشروع. فليس السنه اولى يعني معيار. الطالب بيتعود بعد كده، بتحسن تقديراته في السنوات المختلفة. لكن مهم جدا، مهم جدا حضرتك، أنا بأكد دايما أن الامتحان لما بيكون موضوعي وكفء في قياس مهارات الطالب ومعارفه، بالتأكيد ده بيحسن المستوى. طيب الفرص المتاحة للطلبة للتالتة ايه؟ المرحلة التالتة ما يزال عندنا في الجامعات الحكوميه طبعا والمعاهد فرص كبيره جدا. اذا كنا حضرتك بنتكلم على الشعبه العلميه، لا يزال عندنا بعض كليات الزراعه متاحه. نتكلم على كليات التربيه التعليم الابتدائي، نتكلم على كليات الحو في بعض الجامعات انتظام وانتساب، نتكلم على التربيه النوعيه، نتكلم على بعض كليات الاداب انتظام وانتساب. وده برضو احدى مفاجآت التنسيق هذا العام ان كلية الاداب داخلة في بعض الجامعات مرحلة ثالثة. نتكلم على السياحة والفنادق، نتكلم على معاهد الفنية للتمريض، نتكلم على التربية الرياضية والنوعية للي اجتاز اختبارات القدرات في مراحل سابقة. ده متاح للشعبة العلمية. وتقريبا نفس الكليات فيما عدا كلية الزراعة متاحة للشعبة الادبية، هذا بالاضافة الى عدد كبير جدا من المعاهد العليا والمتوسطة اللي تابعة لوزارة التعليم العالي. ده معناه ان فيه لا تزال فرص كبيرة قدام الطلاب. فرص كبيرة جدا، سواء للشعبة الرياضية او العلوم او شعبة الاداب كلها. ما تزال فرص موجودة. وبقول ايضا لابنائنا الطلاب انه المرحلة الثالثة ادخلوا شوفوا المعاهد العليا اللي موجودة.
بتمنح شهادات معادلة من المجلس الأعلى للجامعات. صحيح. وعدد مش بسيط من هذه المعاهد حاصل على شهادة الجودة من الهيئة القومية للجودة. نعم. وبالتالي شوفوا التخصص اللي انتوا عايزينه، لو حد عنده رغبة في تخصص معين ولم يتمكن من الالتحاق في هذه الكلية في جامعة حكومية، عندنا معاهد متميزة جدا، ادخل وشوف البرامج بتاع هذه المعاهد ومدى اتاحتها للتخصص اللي نفسك تدرسه وقدم فيه. نعم. طيب دكتور عادل، هل في اقبال على الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة رغم انخفاض المجاميع في الكليات الحكومية اللي بنقول عليها كليات حكومية؟ بالتأكيد، شوف حضرتك، انخفاض المجاميع يؤدي إلى انخفاض الحد الأدنى، سواء بنتكلم على الجامعات الأهلية أو الجامعات الخاصة. في إقبال عليها من الطلبة؟ بالتأكيد. وفي حاجة مهمة برضو، أحد الأسباب المهمة انخفاض الحد الأدنى كما شرحت لحضرتك المجموع، بالإضافة إلى توسع الدولة في إنشاء مؤسسات تعليم عالي كبيرة جدا. يعني النهاردة حضرتك الجامعات الأهلية الجديدة اللي هي بمستوى دولي عندها عشرات البرامج المتميزة وفرص تعليم واعدة وشراكات مع العديد من الجامعات الأجنبية المرموقة. يعني أولياء الأمور والطلبة ابتدى التفكير يتغير، يبقى خارج الصندوق شوية زي ما بنقول، وابتدوا يعرفوا المستقبل والسوق محتاج ايه، فابتدوا يفكروا بشكل مختلف. بالظبط. وحضرتك رصدنا للمواقع الالكترونيه للجامعات الاهليه خلال الفتره الماضيه، نعم، عدد كبير جدا من خريجي الثانويه العامه او الشهادات المعادله العربيه والاجنبيه بيدخل على هذه المواقع وبيتعرف على نوعيه البرامج اللي موجوده وامكانيات هذه الجامعات وبيقدم عشان نلتحق. وهذه الكليات عقدت 7 جولات لحد النهارده من الاختبارات الالكترونيه الموحده. وبالتالي ده دلالته انه الطالب بدا بنفسه يسعى ويشوف الفرص المتاحه في هذه الجامعات والبرامج الجديده المتاحه. نفس الحكايه حضرتك بنفس القدر بيشوف ايه المتاح ايضا في الجامعات الخاصه من برامج وبيقدم. فالجيل الحالي هو جيل رقمي بالضروره، وقادر على الوصول للمعلومه وانه يقرر بنفسه البرنامج الدراسي، يفكر بقى التفكير غير التقليدي بتاعنا بتاع زمان ده. بالظبط. ايوه. طيب دكتور عادل، هل تم تحديد موعد فتح باب تقليل الاختراب؟ واحنا هنا بنتكلم في نسبه قد ايه؟ اتفضل. باذن الله، وده اللي اعلنه الدكتور خالد عبد الغفار في المؤتمر الصحفي النهارده، باذن الله هيبدا ده يوم الاربعاء القادم حتى يوم الاحد، وده بيمنح فرصه للطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب وكافه، وده رساله مهمه ان يفهم الطالب جيدا انه لا يوجد تحويل ورقي بين جامعه وجامعه. تمام. كافه التحويل المتاح لتقليل الاغتراب يتم من خلال نفس الموقع الالكتروني للتنسيق. الطالب بيقدم على رغبته لتقليل الاغتراب، ربما هو في جامعه بعيده عن مقر سكنه، ووفقا للحد الادنى للقطاع بيقدم هذا الطالب على تحويل المناظر، يعني نفس التخصص بتاعه. نعم. او تحويل غير مناظر اذا كان مجموع يجيب الكليه غير مناظره. نعم. وعاده مكتب التنسيق من خبره السنوات السابقه بيوافي على تحويل 10% من هذه الاعداد، لانه طبعا حتى لا نثقل على الكليات اللي بتستقبل الطلبه وما تستوعبش اكتر من هذا العدد. هياخد وقت قد ايه يا دكتور عادل علشان بالتالي نقدر نعرف المرحله الثالثه هتفتح امتى؟ بص حضرتك، هو هنبدا ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله القادم بعد غد. نعم. وتستمر هذه المرحله حتى مساء الاحد القادم، وتنتهي هذه المرحله، وبعدها مكتب التنسيق يعمل التحليل الاحصائي اللازم. أيوة. وتحليل رغبات الطلاب وترتيبها وفقا لمجموعة الطالب. اخر سؤال لحضرتك، الطلبه اللي التظلمات الخاصه بالتظلمات، هل ليهم الاماكن بتاعتهم محجوزه؟ تقصد حضرتك بالتظلمات يعني الطالب اللي هو النهارده اعلن عن وجود 6500 طالب. أيوة. 6500 طالب اللي هم حاجه اسمها استنفاذ رغبات، يعني ايوه الطالب اختار كليات تفوق المجموع بتاعه. هذا الطالب حقه موجود، والمكتب التنسيق هيفتح له الفرصة النهاردة، هو بالفعل فتح هذه الفرصة. أيه. الطالب ده عليه أن يعيد مرة أخرى تنسيق رغباته بما يلاقي مجموعه عشان حتى لا يحدث استنفاذ مرة أخرى، فهذا حقه. لا أنا، بالنسبة لا أنا بتكلم كمان على تظلمات الثانوية العامة. أيوة. تظلمات الثانوية العامة طبعا. بالظبط.
طبعا التعامل بين مؤسسة ومؤسسة، إذا في أي تظلمات بالنسبة للطلاب وإذا في تحريك لدرجات هؤلاء الطلاب، نعم يجينا الحياة سي دي رسمي من وزارة التربية والتعليم. طب كويس. وحق الطالب بيحفظ وينسق الطالب على الحد الأدنى، بمعنى إن هو حق الطالب بيحفظ في التنسيق. مفيش طالب هيقبل أو هيقبل التظلم الخاص به في وزارة التربية والتعليم مش هيلاقي اللي يناسب مجموعه في التعليم العالي، هيلاقي بص حضرتك حقه محفوظ. هايل. طالما جنى هذا البيان الرسمي من وزارة التربية والتعليم فلا خلف للطالب على الإطلاق. تمام. آخر سؤال سريعا بعد إذنك يا دكتور عادل، ماذا عن تطعيم الطلبة؟ احنا الحمد لله حضرتك بدأنا خطة جادة جدا. ايوه. اولا احنا عندنا ثلاث مسارات، اعضاء هيئة التدريس وعدد كبير منهم الطعم الجرعة الاولى والثانية. نسبة قد ايه تقريبا من هيئة التدريس على مستوى؟ كافة الاحصاءات المرتبطة بالتطعيم والاصابات وخيره هي جهة واحدة، هي فقط وزارة الصحة. فاحنا بنوصل لوزارة الصحة بشكل يومي اولا عدد الذين تلقوا التطعيم سواء من اعضاء التدريس او من الطلبه الجانب الاداري او من الطلاب. ايوه. فتحنا باب التطعيم ايضا للطلبه من خلال المواقع الالكترونيه للجامعات وصفحاتها الرسميه. تمام. وبداوا الطب. ايوه. بالتاكيد يتوافدوا على الجامعات بمنتهى الجديه، وكافه الجامعات بترفع تقرير للسيد وزير التعليم دكتور خالد عفار يوميا. ما نقدرش نقول تقريبا نسبة قد ايه يعني طعم؟ خلينا اقول لحضرتك انه مسألة يعني الدولة فيها توجه مهم جدا، واحنا بنحترم هذه السياسة. كافة مؤسسات الدولة على مستوى التطعيم على مستوى عدد الاصابات بتعلن عنها جهة واحدة فقط، وزارة الصحة، منعا للتضارب او منعا لوجود احصاءات غير دقيقة او خلافه. فاحنا لكن انا بقول لحضرتك بمنتهى الجدية هذا الموضوع لتضعيم الجامعات، والجامعات اعلنت انه ارتباط الطالب عشان يدخل العام الجامعي لازم ضروري، ده لازم عشان ده شرط اساسي يبقى عام دراسي امن يا رب. بشكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكرك. مصر تبحث اليات لتعزيز حركه السياحه